لأن المؤسسات النهارده دخلت اشترت، والأجانب وكذلك المصريين كان شرائهم قوي جدا. ده أدى إلى ارتفاع السهم اي جي اس 30 والمؤشر اللي هو المؤشر الأهم إلى أكثر من 3.5%. كذلك 100 برضه ارتفع بشكل قوي. الفوليوم كان لغاية دلوقتي وإحنا لسه ما خلصناش الجلسة قرابة 0.5 مليار. يمكن كمان في طمأنينة قوية للاستقرار السياسي في الفترة الجاية، خاصة بعد إعلان الرسمي لنتيجة الانتخابات. امبارح او اول امبارح ابتدت المؤشرات ترجع تاني تعود صعود، ان الناس عندها روح من التفاؤل، وفي كمان يعني الملك عبد الله على البلاد العربيه اللي يعني المؤتمر بتاع دعم مصر ده متوقع ان هو يدخل فلوس في البلد، وده طبعا حاجه ايجابيه جدا، وهو ده الحاجه الوحيده اللي بتطلع السوق، ان انت تعرف ان في فلوس جايه او في فلوس خارجه.